كيغرب له وكيعجنوه بسميتو ب بالتبان ولا تعداد ديال الكشيبه عاد كيعملوا القلب اللوح عندهم وكيبس كيخدموا ومن بعد كيقيو الكوايز ولكن قبل منه ما كيعدلو حتى كيعدلو الحجر عاد كيعدلو الطوب ومن بعد كيقيو الكوايز ومن بعد كيقيو القصب وك التراب والمسائل عاد كيقيو فوق منه الزنك شني زعما انت كتقول لي زعما الزنك يعدلو فوق منه القرمو ديجا حتى شني كيكلف كيكلف حاجه واحده دابا بحال دابا الزنك خاص يكون الزنك الماركه مزيانه اللي ما كتصبش اللي دابا حنايا فيها كاين حنا دابا كنا في بوسرواس ودابا طالعين السلالم تقريبا نفس العائله متناسبين مع بعضهم مصهرين مع بعضيتهم باقيين محافظين على البني التقليدي حجاره تما القالب ضد التربه بالتبان والمسائل داش كيقولوا الكسيبه الروت ومن بعد عاد كيقيو الكوايز ويقيو القصاب وشي حاجه التربه من بعد عاد كيقيو الزنك ما بقاوش بيتون ارمي واحد اللي كاين باش نسيبوها من فوق هو اللي عمل اما تبغي كلشي باقي محافظ هذه تبنات السنه الفريطه كانت تبداو في البني ديالها قبيلات السلالم اللي فوق بوسرواس وهذا القبيلتين تبارك الله عليهم باقي محافظين على النمط البناء القديم ديال الاجداد انت كتشوف هذا البني القديم هذا البني واخا قواه جديد حافظوا الحجاره والطوبه معدله على اليد ولا التثقيفه ولا كلش ما دخلوش هكشي ديال التمدن هنايا بالبيتون ارمي واخا وصلت لهم الحضاره الحمد لله السلام عليكم